أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مبادرات الاستدامة المالية والتي أطلقتها مملكة البحرين تعد خريطة طريق لدعم النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية على المدى الطويل. وقال معاليه في لقاء صحفي مع مجلة أوكسفورد بيزنس جروب والذي نشرته مؤخرا في تقريرها السنوي لعام 2023 إن مجلس التنمية الاقتصادية تمكن من استقطاب استثمارات مباشرة من خلال 88 شركة وبقيمة تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022، وأن توفر تلك الاستثمارات يتوقع لها أن توفر أكثر من 6300 فرصة عمل بحلول العام 2025. ولفت معالي إلى ما تمثله الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهمية بوصفها جزءا أساسيا من خطط الحكومة التي تعمل من خلالها على تحقيق الكفاءة والحوكمة الفاعلة عبر إعادة رسم وتحديد دورها من مزود ومشغل للخدمة إلى منظم لها، الأمر الذي سيمكن القطاع الخاص من لعب دور أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وحول خطط الحكومة الهادفة إلى التحول الرقمي، أشار معاليه إلى أن البحرين تستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة عدد الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير خدمات حكومية إضافية وزيادة التوظيف الوطني في هذا القطاع وتدريب ما لا يقل عن 20,000 مواطن في الأمن السيبراني بحلول العام 2026.